نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قام نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بزيارة لعدد من الأسر لمشاركتها احتفالاتها بمناسبة عيد الديوالي ورأس السنة الهندية، حيث نقل سموه تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لأسر كوليرام وباتيا وقاجاريا وتاكر وهاريداس وكافالاني بهذه المناسبة، وتقدير سمو ولي العهد لها على ما تقوم به من دور في الحياة التجارية والاقتصادية وتواصلها مع مختلف أبناء المجتمع. وخلال الزيارات قدم سمو الشيخ محمد تهانيه وأعرب عن اعتزازه بالمجتمع البحريني بما له من كيان ثري قوامه احترام التعددية والانفتاح والتعايش، وهما رسخه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كنهج أصيل مستمد من أخلاق الإسلام دين السلام والمحبة، وينعكس ذلك أيضا واضحا في شخصية الإنسان البحريني واتساع أفقه في بلد صغير في مساحته كبيرة باحتضانه مختلف الديانات والثقافات في نموذج يحتذى في التعددية المنسجمة الفاعلة في ترابط المجتمع البحريني وأساسه الثابت. داعيا سموه الله أن يحفظ البحرين ويديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قائد مسيرتها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار من جانبها أبدت الأسر واعتزازها بهذه الزيارات التي تأتي متصلة مع حرص مملكة البحرين قيادة وشعبا على إبراز قيم الترابط والاحترام المتبادل لكافة الديانات والثقافات، والتي تشكل أسمى صور التسامح وحرية ممارسة المعتقدات، مشيدا باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مشاركتهم وتهنئتهم بهذه المناسبة.